بدأ الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا في وضع اللمسات التنظيمية الأخيرة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 والتي يغيب عنها منتخب الجزائر، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة الحكام التي سيديرون مباراة مونديال قطر 2022 التي تواجد فيها 3 حكام من الجزائر والعديد من الحكام العرب الآخرين. وكان الحكم الجزائري مصطفى غربال قد أدار مباريات كبيرة خلال العام الحالي في كأس أمم إفريقيا ورابطة أبطال إفريقيا بالنظر للمستوى الكبير الذي يقدمه في كل مباراة يديرها. وأدار الحكم الجزائري مصطفى غربال سابقا ديربي السعودي الكبير بالرياض بين فريقي النصر والهلال والذي انتهى بفوز الهلال، وكان الحكم الجزائري مصطفى غربال حاضرا في أكثر من لقطة مثيرة للجدل، حيث عاد إلى الفار في العديد من اللقطات التي أثارت سخط الجماهير الحاضرة في الملعب. الجماهير السعودية لم يعجبهم تعيين الحكم الجزائري للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، حيث استهزأ العديد منهم على هذا القرار من خلال تغريدات لهم عبر منصة تويتر. سنترككم مع تعليقات الجمهور السعودي حول تعيين الحكم مصطفى غربال للمشاركة في مونديال قطر 2022.